واسمع رعاك الله إلى قصة جليبية التي أصلها في مسلم وهي عند الإمام أحمد، قصة عظيمة. جليبيب الذي لا مال له، جليبيب الذي لا دار له، يسكن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جليبيب الذي كان في خلقته ذمامة، جليبيب الذي ليس له من الدنيا شيء وما معه من حطام الدنيا شيء، جليبيب ليس معه شيء مما يطلبه النساء ويرغب فيه النساء، جليبيب ليس له حسب رفيع، ولكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ينظر إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نظر إليه فقال: ألا تتزوج يا جليبيب؟ ألا تتزوج يا جليبيب؟ فقال: يا رسول الله، من ذا الذي يزوجني؟ لا مال معي ولا بيت لي وليس معي شيء مما يريده النساء، مما يطلبه النساء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أزوجك يا جليبيب، أنا أزوجك يا جليبيب. الشأن ليس في المال، الشأن في الرجال، الشأن في الأبطال. أنا أزوجك يا جليبيب. ويبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيت كبير من كبار الأنصار وعظيم من عظيم الأنصار، فلما جاء الأنصاري قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أطلب ابنتك، أطلب ابنتك. فرح الأنصاري، قال: نعمة وقرة عين، نعم يا رسول الله، أكرم بك نسبا وصهرا. قال: ليست لي. قال: لمن؟ قال: لجليبيب. قال: جليبيب؟ قال: نعم جليبيب، لأنه عظيم عند الله، مدفوع في الأبواب، مدفوع عند الناس، لا يبالي الناس به، لكنه عند الله عظيم. قال: نعم لجليبيب. قال: حتى أخبر أمها. فانطلق إلى أمها وقال: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب ابنتنا. قالت: نعمة وقرة عين، أنعم وأكرم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسبا وصهرا. قال: لا، ليست لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت: لمن؟ قال: لجليبيب. قالت: جليبيب؟ قال: نعم جليبيب. قالت: لا والله، لا والله، لا نعطيها جليبيب، وقد رددنا فلانا وفلانا وفلانا، أي من أشراف القوم، من أعظم القوم رددناهم. فلما أراد الأب أن ينطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيخبره الخبر، تخرج البنت من خبائها، وتخرج البنت من خدرها، يخرج الحياء، ويخرج الإيمان، ويخرج الإحسان، ويخرج العفة، وتخرج الطهارة، ويخرج الطاعة، ويخرج اليقين بالله رب العالمين. قالت: من خطبني إليكما؟ من خطبني إليكما؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت: أتردان على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره؟ ادفعاني إليه، ادفعاني إليه. كم فرح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دعا لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دعا لها دعاء عظيما. كم فرح جليبيب الذي لا يملك من الدنيا شيء، وإذ به في لحظة معه أجمل النساء، تزف إليه أجمل النساء نسبا وصهرا وجمالا وأموالا. فلا إله إلا الله، أمة الإسلام. وفي أيام الزفاف ينطلق جليبيب إلى أرض المعركة. يا خيل الله اركبي،
فيموت جليبيب ويستشهد جليبيب عند 7 قتلهم ثم قتلوه أي في جراحه. فلما انتهت المعركة وإن برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من تفقدون من تفقدون، فذاك يقول نفقد فلانا وذاك يقول نفقد فلانا وذاك يقول نفقد فلانا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكني أفقد جليبيبا ولكني أفقد جليبيبا. فانطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع الصحابة ينظرون ويتفقدون، فوجد جليبيب عند 7 من المشركين، قال قتلهم ثم قتلوه قتلهم ثم قتلوه ومني وأنا منه، ثم أخذوا يحفرون ولم يكن سرير إلا ساعدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجليبيب. حضنه النبي عليه الصلاة والسلام وأخذه على يديه وضمه إلى صدره. هذا الذي رده الناس، هذا الذي قلاه الناس، هذا الذي حاربه الناس، هذا الذي أبغضه الناس. كم من صالحين، كم من صالحين يتمنون الزواج، أعينوهم أعانكم الله، أعينوهم أعانكم الله، وسيجعل الله فرجا ومخرجا. إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فإذا جاء الشاب المستقيم الذي يصلي معك، الذي يصلي معك، فاحمد الله، فإن المستقيم إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لا يظلمها، لا يظلمها. الذي لا يخاف الله كيف سيخاف الله بابنته؟ الذي لا يصلي كيف سيخاف الله بابنته؟